مما تكلمت عنه وسائل الإعلام أيضا ما يتعلق بموقفي من القاعدة. أنا كنت في لقاء مباشر في قناة الجزيرة مباشر، واتصلت امرأة من مالي وذكرت أنه تم ضرب بعض البيوت عندهم من إحدى الدول، والبحث عن أشخاص معينين مطلوبين، وأنه أدى هذا إلى قتل بعض الأبرياء من الأطفال والشيوخ والنساء، وكانت المرأة تبكي لبعض المناظر التي رأتها. فتكلمت أنا بأنه لا يجوز اتهام الأبرياء ونسبتهم إلى القاعدة وهم ليسوا من القاعدة، ولا يجوز أن تهدم البيوت عليهم، ولا يجوز أيضا أن يتهم بعض الأشخاص بفكر القاعدة وهو لا يحمل هذا الفكر أصلا. وذلك أن بعض الناس يأخذ ثوب القاعدة فيوسعه ويلبسه أشخاصا كثيرين ربما لا ينتسبون إليها، وإلا ففكر القاعدة فكر ضال لا يوافقها عليه أحد. وقد تكلمت أنا وتكلم غيري من العلماء عن هذا الفكر وضلاله، تكلمت في عدة خطب عن هذا الموضوع. فجاءت بعض وسائل الإعلام وأخذت هذا المقطع وقطعت كلام المرأة وأخذت كلامي فقط، وقالوا هذا موقف الدكتور محمد العريفي من القاعدة وهذا ليس موقفي. فلما رأيت هذا، لما رأيت أنهم قطعوا وفهم الناس كلاما غير الذي كنت أريده وجعلوا موقفي من القاعدة أنني أثني عليهم وأمدحهم وهذا غير صحيح، قمت بتسجيل مقطع آخر بعده بأربعة أيام ووضحت الكلام تماما. قلت أني قرأت الكتب عن القاعدة وحاورت أيضا عدة أشخاص حول الموضوع، وبدأت أوضح الكلام وبينت أن سلوك القاعدة وأن تصرف القاعدة أنه تصرف لا يرضاه الإسلام. فلماذا تأخذ بعض وسائل الإعلام كلام الأول وتترك كلام الثاني؟ هل هذه أمانة صحفية وإعلامية؟ لماذا قطعوا كلام المرأة والجواب كان جوابا والكلام كان جوابا عن سؤالها؟ فلماذا قطعوا كلامها؟ هل هذه أمانة صحفية؟ هذا أيضا مهم أن يتنبه إليه الناس.